بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا درس جديد من دروس الجذع المشترك اكستراكسيون سيباراسيون اي ايدنتيفيكاسيون دي سبيس شيميك. الصوره اللي كتشوفوا قدامكم كتلخص لنا الفقرات المهمه اللي غادي نركزوا عليها في هذا الدرس. اول حاجه ليستوريك دي تكنيك ديكستراكسيون، ثانيا اكستراكسيون بار سولفون هيدروديستيلاسيون الفقره الثالثه، والفقره الرابعه سي اس ام او لا كروماتوغرافي سور كوشمان. قبل ما نهضروا على هاد لي باراغراف نميزوا ما بين هاد المصطلحات ديال اللي كيشكلوا لنا العنوان. اكستراكسيون هي استخراج. استخراج اش كنقصدوا باستخراج؟ مثلا واحد الجسم ميلونج مخلط فيه اسبيس ا اسبيس بي اسبيس سي، حنا عندنا الغرض فقط نخرجوا هاد السي، حنا بغينا السي، دونك هاد العمليه كتسمى استخراج، نخرجوا هذاك السي من هاد الميلونج. سيباراسيون هي فصل عندي عنصرين مثلا وبغيت نفصلو بيناتهم، عندي عنصر ا بلس بي بغيت نفصلو بيناتهم، يبقى عندي ا بوحدو و بي بوحدو. ليدونتيفيكاسيون هي تمييز عندي مثلا عنصرين لقيت مثلا جوج محاليل والتيكيتا ديال هذوك القرايه فاش كاين هذوك المحاليل محيده، بغيت نميز مثلا هذاك المحلول شكون فيهم ديكلوروميثان مثلا او لا شي اسبيس واحد اخر كيف ما كان. دونك هنا كنهضروا على ليدونتيفيكاسيون، تمييز او التحديد. دابا غادي ندخلوا للديتاي. شوفوا الفقره الاولى ليستوريك دي تكنيك ديكستراكسيون، الانسان عبر العصور كان كيدير هاد ليكستراكسيون كيحتاجها في الحياه ديالو العاديه. نشوفوا بعض الانواع ديال ليكستراكسيون اللي كان كيدير الانسان. اول طريقه معانا هنايا هي هذه ليكسبريسيون او لا البريساج. مثلا فاش كنبريسيو الزيتون الحب ديال الزيتون كنخرجوا منه زيت الزيتون، دونك هذا سي تان بريساج. الطحن او لا الضغط، لي جوي العصير حتى هو كنديروه بالبريساج، دونك هذه هي العمليه ديال ليكسبريسيون لا البريساج. لا فيلتراسيون، لا فيلتراسيون كلكم شفتوها في الثانيه اعدادي، من الاعدادي وحنا كنشوفوا لا فيلتراسيون هي الترشيح. مثلا باستعمال ورق ترشيح كيكون عندنا هنا واحد القيم الى اخره، وكنفصلوا ما بين هذوك الخليطين غير متجانسين باستعمال ورق الترشيح مثلا. وبالضبط هنا كنهضروا على ان ميلونج سوليد ليكيد، بحال مثلا داك الماء العاكر كيكونوا فيه جزيئات اللي هي صلبه نفصلوهم بواسطة هذاك ورق بي اش، وكيبقى عندنا الماء الصافي لو لامبيد. لا ديكونطاسيون سوليد ليكيد هنا كيكون نفس، ناخذ نفس المثال هذاك الماء العاكر وكنخليو هذوك الرواسب حتى كيترسبوا لتحت وكيبقى لنا الماء الفوق، ومن بعد كناخذوا فقط هذاك الماء. دونك حنا درنا لا سيباراسيون بواسطة لا ديكونطاسيون سوليد ليكيد. لا ديكونطاسيون ليكيد ليكيد الا كانوا عندنا دي سبيس ليكيد نون ميسيبل. شنو هي نون ميسيبل؟ غير قابلين للامتزاج بحال الماء والزيت، كتبقى الزيت الفوق الماء لتحت. كنديروا واحد لومبول لا ديكونطا غادي نشوفوها معانا، دونك بلا ما ندخلوا هنايا في لي ديتاي تنوصلوا هذيك لومبول وغنشوفوا هاد القضيه بالتفصيل. ليفابوراسيون بيرمي ديليميني اون او بليزيور اسبيس سو فورم دو فابور. مثلا عندي ان اليمون ا و اليمون بي وانا كنعرف هاد ليليمون ا غادي يتبخر في 60 درجه، بينما ليليمون بي ما يتبخر حتى 100 درجه. دونك انا فاش كندير فاش كنغلي هاد الماء، فاش كنغلي عفوا هاد الميلونج، هاد الميلونج فاش كنخليه يوصل 60 درجه غادي نعرف بلي غادي يتبخر ليا ا ليليمون ا غادي يبقى ليا بي. دونك هادي هي ليفابوراسيون. ليكستراكسيون بار سولفون غادي نشوفوها بلا ديتاي، هي جايه معنا فقره في الدرس دونك نخليوها حتى نهضروا عليها في الدرس. هاد ليكستراكسيون بار سولفون هي عندنا فقره بوحدها. هادو دي تكنيك اخرين، لونفلوغاج، لا ماسيغاسيون، لا انفيزيون، لا ديكوكسيون، اللي كان كيستعملهم الانسان باش يجبد هادوك النكهات او لا هذاك الروح ديال الزهور او لا النباتات فاش كاينه واحد النكهه. دونك هنايا كنهضروا على دي بلونت فراجيل وكنديروهم في
دي غريس انودور باش ما تخليش فيهم شي ريحه اخرى، يعني دي غريس ولكن ما تكونش فيهم شينكه. وفي الاخر اش كيطرى هذوك لي كومبوزونت فولاتيل، لي كومبوزونت اللي بغينا هذوك النباتات كيمشيو لنا لهذوك لي غريس. ومن بعد كاينه واحد طرق اخرى باش نفصلوا هذوك لي غريس الا بغينا نفصلوهم على هذوك لي زاغون سي فو فولي. لا ماستيغاسيون ايضا طريقه اخرى ديال ليكستراكسيون ديال هذوك لي زاغون، حتى هي نفس الفكره فقط بلاصه لي غريس كيكون ان سولفون اللي هو اون جينيرال فخوا. وهذا هو الفرق ما بينها وما بين هاد الجوج الاخرين، اللي كيت كيكون شو دونك لا لانفيزيون لا ديكوكسيون كيكون فيهم لو شو، بينما لا ماسيراسيون لو فلوراج كيكون لو فلوراج كيكون دي غريس، و في لا ماسيراسيون كيكون ان سولفون فخوا. لانفيزيون ولا ديكوكسيون الفرق بيناتهم هنا اللي كيت كيكون ديجا شو، هنا كنديروا هذوك لي بلانت عاد كنديروا الشوفاج، يعني في الاصل كيكون هذاك الليكيد بارد وحنا كنبقاو تنسخنو مثلا لو، وعاد حنا كنبقاو تنسخنو. لي دغو ديستيلاسيون هي جايه معنا في الطريق، دونك ما هضرناش على لي دغو ديستيلاسيون وليكستراكسيون بار سولفون حيت هما علاش نركزو بزاف في الدرس. دونك ندوزو دابا مباشره للفقره الثانيه، ليكستراكسيون بار سولفون. شنو هي ليكستراكسيون بار سولفون؟ انطلاقا من الاسم ديالها هي استخراج بواسطه مذيب. شنو كتعني هاد الهضره؟ مثلا هاد التجربه غادي تلخص لنا كلشي. هنا عندنا سوليسيون ا كوز دو ديود، غندير هنا شي نقيطات زعما هما اللي كيمثلوا ليا لو ديود. لا سوليسيون ا كوز من طبيعه الحال كتكون مخلطه فيها يعني ماء او لا شي ليكيد واحد اخر، اون جينيرال الماء. شكل لقاو هاد ا كوز يعني راه الماء. اشنو بغينا حنايا؟ بغينا نخرجوا هاد الديود اللي مثلت انا بهاد النقط. كنديروا ليبتان. علاش كنديروا ليبتان بالضبط؟ علاش درنا ليبتان؟ حيتاش كيدوب فيه الاخر، كيدوب فيه هاد لو ديود اي بلو سوليبل، اي بلو سوليبل دون ليبتان، دون ليبتان كو لو. كيدوب في ليبتان اكثر من لو. شو كيعني كيدوب اكثر من كيدوب في ليبتان اكثر من لو؟ يعني مثلا الا جيت ندوب هنايا 5 غرام في واحد الفوليوم دوني، ناخذ نفس الفوليوم ديال الماء، الا كانت مثلا هذيك الوقيته فاش غنبقى تنحصل على الرصيف في الماء، الا بقيت كنزيد هذاك لو ديود، الا بقيت كنزيد هذاك لو ديود واحد الوقيته يبقى تيبان عندي الرصيف. غادي الا كنزيد نفس الكميه في ليبتان، هذا ندير فيه ليبتان وهذا ندير فيه لو، الا بقيت كنزيد نفس الكميه هنا ونفس الكميه هنا، غادي نحصل على الرصيف في لو قبل من ليبتان. دونك هنا كنقولوا لو ديود اي لي بلو سوليبل، كيدوب في ليبتان اكثر من الماء. مزيان. دونك هنا شنو غيوقع؟ الا كان هذاك لو ديود كيدوب في ليبتان اكثر من لو، شنو غيوقع؟ هاد لو ديود غادي يطلع هنايا، وهذه هي ليكستراكسيون باغ سولفون، ولو سولفون اكستراكتور هو ليبتان. ليبتان كيتسمى هنايا لو سولفون اكستراكتور، هو باش كنديروا هاد العمليه ديال الاستخراج، لو سولفون اكستراكتور. من بعد كنحصلوا على دو فاز، هذه كتسمى لا فاز اورغانيك، فاز اورغانيك وهذه كتسمى فاز اكوز. ومن بعد هذه هي لومبولا دي كونتي اللي قلنا غادي نهضروا عليها قبيله. دابا شنو كنديروا؟ كنحلوا هذا الروبيني وكيبقى كتبقى تخرج هاد لا فاز، وفي الاخر كنحصلوا على لا فاز اورغانيك بوحدها. كنحلوا هاد الروبيني حتى كتخرج لا فاز اكوز، وكتبقى عندنا فقط لا فاز اورغانيك اللي عندنا بها حنا الغار. هاد لا فاز اورغانيك هي اللي تبقى عندنا في الاخر. مزيان. حتى هنا نتمنى يكون
كل شيء واضح وما غفلت شي حاجه. دونك الشروط باش ناخذوا التمارين كي تعطونا بزاف ديال هاد لي سولفون اكستراكتور، تيعطوك مثلا ليبتان، لو ديكلوروميتان، لانتير مثلا، ولا شي حاجه اخرى بحال هكا، وتيقول لك هما سؤال شنو هو لو سولفون اكستراكتور كونفونابل، شنو اللي غتختار، شنو هو سولفون اكستراكتور اللي غادي دير به ليكستراكسيون بار سولو. دونك الشروط هو يكون هذاك لسبيس اكستخير، يعني العنصر اللي بغينا نخرجوه لسبيس اكستخير، بلو صوليبل دون لو سولفون اكستراكتور. دونك هذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني، الشرط الثاني شنو هو؟ هو يكون هذاك لو سولفون نوميسيبل افيك لو، نوميسيبل افيك لو، يكونش كيتخلط مع الماء، باش مباشرة فاش نديرو لا ديكونطاسيون غيبقى عندنا، تبقى عندنا فقط لا فاز اورغانيك. في الملاحظة هنا لا فاز اورغانيك ماشي ضروري تبقى الفوق ولا فاز اكوز لتحت، دائما نردو البال لا دونسيتي راه كتعطونا في التمارين، لا دونسيتي، لا دونسيتي هي اللي اللي عندها لا دونسيتي كبر هي اللي كتكون لتحت. الا كانت لا دونسيتي ديال لا فاز اكوز كبر غنلقاوها لتحت، الا كان لا دونسيتي ديال لا فاز اورغانيك كبر غتلقاوها لتحت. الشرط الاخر سولفون نوميسيبل افيك لو. والشرط الثالث يكون فولاتيل، يعني كيتبخر بسهوله. الا لقيت جوج ديال لي سولفون متعادلين في هذا الشرط الاول والشرط الثاني، كندوزو للشرط الثالث اللي يكون هو يكون بلو فولاتيل. حيت شنو هي المرحله اللي كتجي من بعد؟ كناخذوا هذا الميلونج وكنديروا ليه ليفابوراسيون. باش كنديروا ليه ليفابوراسيون؟ علاش كنديروا ليه ليفابوراسيون؟ باش يتحيد لنا هذا ليبطان ويبقى فقط الديود. دونك هنا ضروري من هذه المرحله ديال ولا هذا الشرط، الا كانوا عندنا جوج ديال لي سولفون متعادلين في هذا الشرط الاول والثاني، كنشوفوا هذا خص يكون بلو فولاتيل، لو بلو فولاتيل بوسيبل، كيتبخر دغيا. دونك نتمنى تكون هذه المساله واضحه. دابا نمشيو لي دغو ديستيلاسيون، لي دغو ديستيلاسيون للاشاره، هذه خلاصه. المزيد من التفاصيل دخلوا لا ديسكريبسيون، غادي تلقاو الحصه اللي دازت معنا في تيمز، فيها ساعة ونص اللي بغا يتفرج في الدرس كامل. هنا غادي نهضروا على المراحل ديال لي دغو ديستيلاسيون، حتى هي طريقة من طرق ليكستراكسيون. دونك درنا دابا جوج في ليكستراكسيون، درنا ليكستراكسيون بار سولفون، وغادي نهضروا دابا على لي دغو ديستيلاسيون. اذا لي دغو ديستيلاسيون كنحطوا هذوك لي بلانت اللي بينا نخرجوا منهم شي اسيد كيميك من لي كومبوزون ديالهم، كنحطوهم هنايا، كنغليو هاد الميلونج حتى كيوصل درجة الغليان، هذيك لا فابور دو كتكون محملة بهذيك لا كومبوزونت اللي بغينا، وكنحصلوا هنايا على ان ديستيل. علاش كنديروا هذا التبريد؟ باش هذيك لا فابور نبردوها تخرج لنا هنايا سو فورم ليكيد باش ما تضيعش، سينو الا ما بردناهاش تبقى تخرج غاز وطين مشات. دونك خصنا نديروا لو غوفرواديسمون. نهضروا على هاد لي كومبوزونت. واحد سي تان شوف بالون، شوف بالون. دو سيلو او بيان سولفون دو ديبار سي فو فولي. لو فاش كنسمعو هيدرو ديستيلاسيون سي اون جينيرال لو. سبعة لي بلانت، مشيو هكا كيترتيب سبعة. دونك هنا لو تاع لي بلانت، لي بلانت اولا دي فلور ولا شي حاجه بحال هكا. المهم اون جينيرال لي بلانت اللي فيهم ان اسبيس كيميك اللي بينا نخرجو. ثلاثه ترمومتر، طبيعه الحال كيقيس لنا درجه الحراره باش نتفاداو ترمومتر، باش نتفاداو ارتفاع كبير في درجة الحرارة اللي ممكن يؤدي لنا يخسر لنا شي حاجة من هاد لي كومبوزونت، ولا ممكن تقلع لنا هادي، ولا يوقع شي مشكل هنايا. دونك دائما كنراقبو درجة الحرارة. كاتخيامون لو ريفريجيرون ا اور،
le mot بريد لو ريفريجيرون او كنديرو به التبريد تندخلو الماء من هنايا دونك سانكيامون غادي تكون هي لون لونتري اي لا سورتي ديال لو دونك ديرهم بجوج سينو نعزلوهم دونك هادي هي لونتري وهادي هي لا سورتي دائما كنديرو الماء كيدخل من التحت وتيخرج من الفوق باش يكون لو كونتاكت ماكسيموم ما بين هذيك لا فابور و لو دونك هنايا سي لونتري اي لا سورتي دو و سيزيامون نمشيو هكا هادي ويتيامون سي لويل ايسونسييل دونك هذيك هي لويل ايسونسييل اللي حصلنا عليها ايسونسييل هادي ديك لا كومبوزونت اللي حنا كنقلبوا عليها هادي مكون من هذوك المكونات ديال هذوك لي بلونت اللي درنا في لو بالون من بعد تسعود ولا ستة عفوا مايمكنش كاع ستة بشير ولا اغلين ميير ولا شي حاجه بشير ولا اغلين ميير دونك هادي هي لي درو ديستيلاسيون نفس الشيء بالنسبه لهاد لو مونتاج صوف الفرق الوحيد هو هاد لي مورسو اللي كيتزادو هنايا كيديروا لنا ان كون اون بروميير كوندونساسيون يعني هذيك لا فابور اللي كطلع كيطراو ليها هنايا دو كوندونساسيون لا كوندونساسيون الاولى هنايا ولا كوندونساسيون الثانيه هنايا علاش هنا باش هذيك لا فابور نشارجيوها لو ماكسيموم يعني تعاود ترجع وتعاود ثاني تطبخ وتدي عاود ثاني هذيك هذوك لي كومبوزونت باش تكون هنايا ديك لا فابور بلو كونسونطري يعني عامره بهذوك لي كومبوزونت ديال لا كومبوزونت اللي بغينا لي سبيس كيميك اللي بغينا نخرجو من هذوك لي بلون واخر حاجه لا سي سي ام لا كروماتوغرافي سور كوش مانس هادي سي اون تكنيك ديدونتيفيكاسيون باش نميزو هذوك لي كومبوزونت اللي حصلنا عليهم واش سي ليليمون شيرشي ولا لا دونك هنا مثلا كنحطو هذاك لو ميلونج اللي خديناه من لي درو ديستيلاسيون هذاك لو ديستيلا مثلا دونك على حسب التمرين خلاص هنا جي كنحطو ان اليمون اللي بغينا نشوفو هذاك هاد ليمون جي واش حاضر هاد لو ديستيلا ولا لا وهنا ان اوتر اليمون ومن بعد شنو كيوقع كنشوفو دابا هذاك الميلونج الا عطانا دو طاش بحال هكا دونك راه فيه دو كومبوزونت الا عطانا 3 دونك راه فيه 3 سبيس ديفيرون الى اخره بحال هكا وهنا سو سون دي ريفيرونس اللي حنا كنكونوا عارفينهم يعني عارفين هاد ليليمون السميه ديالو لا تمبيراتور دي ديبوليسيون عارفين لي كاركتيرستيك ديالو كنعرفوا شكون هو هاد لي سبيس كنحطو حتى هو واحد لي شونتيون ديالو هنايا وكنشوفوا هاد لا هوتور باش طلع الا كانت كتناسب واحد لا طاش من الميلونج دونك كنقولوا بلي هاد ليليمون كاين عندنا في الميلونج هاد ليليمون ا مثلا كاين في لو ميلونج دونك لو ميلونج ديالنا il contient l'élément A حتى هنا لا هاد لا هوتور اكسيتيرا دونك هنا كنقولوا هذا سي تان ميلونج هادو سو سون دي كور بور يعني دي سبيس اللي حنا عارفينها وهنا كنخرجوا واحد الغابور فرونتال كيساعدنا باش نتاكدوا نميزوا لي سبيس كل سبيس كيكون عنده ان غابور فرونتال اللي هو خاص به وعلى حسب هاد لي ليون على حساب هاد لي ليون واحد القضيه اخرى ما هضرناش عليها مهمه هادي كتسمى لا فاز ستاسيونير هادي كتسمى لا فاز موبيل لا فاز ستاسيونير هي هاد الورقه هادي ورقه هذا ايليون واحد سولفون سائل شنو كيطرى هاد السائل كيبقى تيطلع في لا هوتور ديال هاد الورقه هاد لا فينومين كتسمى لا فينومين دو كابيلاريتي كابيلاريتي عفوا دونك هاد لا فينوم كتسمى لا كابيلاريتي هاد لي ليون كيدي معاه هاد لي زيسبيس اللي حطينا هنايا ا دي اوتور ديفيرون سولون شنو سولون لا سوليبيليتي ديال لسبيس في لي ليون باش ما كان بلو سوليبل في لي ليون كيضرب مسافات كبار باش ما كان موان سوليبل كيضرب مسافات اللي هما صغار
دونك تمنى تكون الفكره واضحه. لو رابور فرونتال كيفاش كنحسبوه؟ سي اش ديفيزي بار اش. اش صغيره هي هذه المسافه اللي كيضرب ليسبيس اللي كي، و اش كبيره هي لا ديستانس اونتر لا لين دو ديبو اي لا لين دو فرون. لا لين دو ديبو هي البلاصه منش كيدير فاش فين كنحطوا هذوك لي زيسبيس، عفوا هي لا لين منش كينطلق، هي لا لين منش كينطلق هذاك لي ليون. و لا لين دو فرون هي المسافه اللي كيوصل هذاك لي ليون، هاد لي ليون كيضرب واحد المسافه معينه هي اش كبير. دونك الى هنا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم وديروا جيم وتخليو شي تعليق زوين باش تشجعونا نكملوا الدروس ان شاء الله.